الحركه اللي دار اللاعب حذراف ما غيقبلهاش الجمهور ديال الرجاء البيضاوي، حيت الجمهور ديال الرجاء البيضاوي كبير بزاف على هذه الحركه وعلى هذه اللاعبين اللي كيديروا بحال هكا. المهم نتمناو منه يغير هذه العقليه ديالو، واخا هو راه معروف بالاخلاق ديالو، كنعرفوا عليه الاخلاق ديالو مزيانه وهذه جميع الفرق اللي يلعب فيها. المهم الجمهور ديال الرجاء ما كيبغيش هذه اللعابه اللي كيديروا بحال هكا. يبين لنا بلي البطوله عندنا مازال اللعابه ديال الهوات، مازال ما عندناش واحد المستوى ديال الناس اوروبا واللعابه ديال، هذا هو المشكل ديالنا حنا عندنا في هذه البطوله هذه. هنا كاين والديه تيتفرجوا، كاين خوتو، كاين ما يديرش ديك الحركه، فهمتيني ولا لا؟ هذا هو اللي بقى فينا الحال. كره هذه كما كان الحال تبقى كره ماتش، كنا تنتعصبوا تنلعبوا كره وتنتعصبوا، ولكن مثلا الدرجه باش تدير هذيك الحركه حشومه، والشاشه وكل شيء تيتفرج، وخصنا ديربي ديربي، لان المشكل ديال الديربي تيكون حتى الانديه الكبار في العالم كلشي متابع هذيك المقابله. هذيك الحركه اللي دار ما خاصوش يديرها، حيت حركه لا اخلاقيه بالنسبه، وهو اصلا دارها للجمهور ماشي زعما، وما كانش عليه يدير هذيك الحركه هذه، حيت اللعاب اللي غادي يكون تيقولوا هما نورمالمون بطوله احترافيه ولعب بعقليه احترافيه، ما غاديش يكون، ما تكونش عنده ديك رده الفعل اللي دار هو. الحركه انا بارابور لي عاديه بالنسبه لحذراف، يعني هو في نورمالمون باش كان شونجمون جو كخويا، يعني جاي خارج شوف شنو وقع مع الحارس مع الزنيتي، واش بيناتهم شي حساب؟ الو غادي هذه يعني يعني بين هذه خصها تكون يعني مسؤوليه على النادي. الو مع الجمهور انا ما شفت شي حاجه كون كوا، يعني حيدوني حطو فوالا، يعني انا كنعرف انا ذاك الانسان مخلق، انا بارابور لي لان كيلعب يعني ماشي شي واحد كيدير لي بيتيس في الفريق وكلشي كيهضر عليه، يعني انا كنشوف لي جوار كاملين يعني ذاك الانسان مخلق وكيلعب بجدي وعنده شعبيه في البيبليك. الرياضه شنو معنى المفهوم ديال الرياضه؟ أنا الرياضه راه هي العقل السليم في الجسم السليم، الانسان تيكون عنده واحد العقل مزيان راه خصو يكون مزيان في الكره. ها الرياضه مزيانه والعقل والو، راه ما جاتش حشومه، هذا هو المشكل ديال مازال العقليه عندنا ديال الهوات، ديال عقليه هاويه، مازال ما لحقناش حنا لواحد النيفو اللي غادي الانسان يبقى واخا ما غاديش يديها في القدم، واخا تيكون ناقص شويه ولكن تيكون في لا ديسيبلين مزيان. على القدام شويه كانت ظلمي، كانوا الناس يعطيهم بالمثل، لدابا مازال تتعطى المثل لهذوك الناس القدام. نتمنوا منه يحسن الاخلاق ديالو ويحيد لنا هذا الشيء ديال بما نهضروا بزاف ديال التبرهيش وهذه، ويدير سميش ويدير لعب لعبو، ولا باقي باغي فريق الرجاء البيضاوي يستمر فيه ويلعب فيه مرحبا به، وإلا كان باغي ديك التفليه وهذه كيحيد لنا من الفريق ويقلب على فريق اخر. مني ولا لاعب يدير بحال التصرفات كوكو، واش غايقول الاجيال الصغار؟ اجيال دابا راه مشكل، حنا نقول نتقبلها، واحد اخر قبلها تقبلها، ولكن الناس كبار الصغار الوليدات الصغار اش غايقولوا؟ هذا ميساج للدراري الصغار وحشومه يدير بعض اللقطات، ونتمنى كاع اللعابه من القدام يحاولوا يشدوا عقلهم شويه مزيان. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.